السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من قناة دحوم فور كارز. ويسعدني إخواني وأخواتي الكرام الاشتراك بالقناة، وعلشان يوصلكم كل جديد كل عليك أنك تفعل زر التنبيهات، وضيفني على حسابي بسناب شات علشان يوصل كل جديد من أسعار السيارات وعروض السيارات. صور الشاشة وضيفني. وهذا موقع الصالة الجديد، وتنوروني إخواني وخواتي الكرام بزيارتكم للصالة. صوروا الشاشة. واليوم إخواني الكرام التغطية من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات الرياض، معرض النسيم شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بجانب مركز كارتك لفحص السيارات. طبعا اليوم التغطية اخوان الكرام عن كيا كارنفال موديل 2020 فئة نصف الوارد البريم. سعر السيارة 96,000 ريال، سعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. السيارة فيها كثير من المميزات والاشياء الجميلة من المواصفات. كيا كارنفال سيارة عائلية، طبعا فان عائلي متوسط الحجم، ينافس طبعا هوندا اوديسي وبرضه تويوتا بريفيا. وبرضه كان اول ينافس شقيقه من هيونداي تراجيت، بس خلاص اختفى ذاك. طبعا سيارة عائلية ثمان ركاب، توفر منها عدة مواصفات. معنا اليوم مواصفات الخليج، وارد عمان، طبعا سعود بهوان النصف فل. محرك السيارة 3.3 3300 سي سي، 6 سلندر V6، نفس المحرك الموجود على الكادينز، حدود 270 حصان تقريبا. والجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، نظام الدفع فهو امامي. المواصفات الخارجية يعني بالمختصر مفيد انت راكب كادينز عائلية. المواصفات الخارجية للسيارة عندنا انارة LED زي ما تلاحظون، النور العالي والواطي هيلوجين عادي، عندنا كشف الضباب، عندنا عدد أربع حساسات أمامية. ننتقل لجودة السيارة، تيجي بمقاس 18 إنش، مقاس الكفر 235/60، مطعمة بالكروم والتكحيل زي ما تشوفون باللون الرصاصي الغامق أو الرمادي. ننتقل إلى الجوانب، نلاحظ عندنا إشارات بالمراية، حناية العفش. بشكل عام هذه سيارة عائلية، يعني مو شرط انه يستخدمها السواق، برضو مثلا كأب يبغى يستخدمها كخيار بديل للجي ام سي، مثلا بدل ما يشتري جيمس او يشتري جي اكس ار انه يخليه في البيت للسفريات، برضو تكون هذه برضو خيار مناسب كسفريات طرق سريعة. عندنا انارة LED خلفية زي ما تلاحظون، جراند كارنفال، اربع حساسات خلفية. طبعا برضو الشنطة الخلفية كهربائية وذكية. عندنا هنا الجناح الخلفي، طبعا زي ما تلاحظون انها كهربائية وذكية، بمجرد انك تقترب عليها بمفتاح في مخباتك تفتح لك. طبعا تفعل الخصية هذه عن طريق طبلون الشاشة، طبعا اللي بالطبلون سكرها. بالاضافة عندنا الابواب الجانبية كهربائية للسيارة عن طريق ريموت او داخل السيارة. مثال نبغى نفتح الباب هذا، طبعا عندنا خيارين يمين ويسار، نضغط الزر يفتح لنا الباب، حبة تتسكر تضغط الزر يقفل لك الباب. طبعا سيارة دخول ذكي من جميع المنافذ، هذا هو مفتاحها. طبعا باب البابين كلهم كهربائيات. خلينا نتكلم عن صرفية الوقود. طبعا أمانة السيارة تعتبر صرفيتها عالية بحكم أن السيارة أول شيء ثقيلة، وسيارة محرك 6 سلندر، وبعدين وزنها ثقيل. يعني مثلا تيجي تقارنها بالإنوفا، لا هنا في وزن صراحة. طبعا الإنوفا لا تعتبر منافس بحكم أنها دفع خلفي وشاسيه، تعتبر يعني فئة ثانية، لكنها برضو فان عائلي، لكن طراز ثاني، تكلم عن شيء آخر. مثلا هنا اتكلم عن البريفيا، عن في سياره والله في تويوتا والله نسيت اسمها، سينا الظاهره او حاجه زي كذا، تيجي في السوق الامريكي برضو تعتبر من المنافسين، لكن حقيقه هي منافس للبريفيا. فكل البنزين تمشي 10 كيلو فاصلة ثلاثة، تقييمها سيء
طبعا مو سيء جدا سيء. هذه السيارة من الداخل ثلاث صفوف، ثلاثة في الصف الأخير، ثلاثة في الصف الوسط، واثنين في الصف الأمامي. طبعا كلهم حتى أحجامهم كبيرة، السيارة تستقبل أحجام كبيرة. شوفوا كيف الكرسي ينفتح عشان يعطيك انسيابية بالدخول. فلاحظ أن حتى مساحة الأرجل حتى لو أنت كبير عادي تجلس على المرتبة وأنت مرتاح، بحكم أن بشكل عام مستخدمين أو مستغلين المساحة بالكامل عشان تعطي جميع الركاب الراحة الكاملة. هذه من داخل فتحات التكييف الخلفية. طبعا حتى مستخدمين أحدث شيء في مراتب الأطفال، بعض القاعد تعمل اسمها فيكس، هذه الظاهر حقت الأطفال التكبس كبس كراسي السلامة. عندنا هنا حملات أكواب، نشوف الإنارات، لا لازم من قدام نفعلها. عموما ما يحتاج أتكلم عن مساحتها الداخلية، هي واسعة ترى السيارة. فالسيارة هذه مثلا ممكن لو نبي نتكلم عن الإنوفا نقدر نقول نبغى نجرب، لكن بشكل عام هذه السيارة معروفة مساحتها الداخلية. طبعا تقدر تسكر أبواب عن طريق الزر هذا أو تسوي لها كذا وهي تقفل، كثير خيارات انك تقفل أبواب. حتى الباب الثاني تلاحظ البصمة موجودة. والتقفيل نفس الطريقة. طبعا هذه هي نوع اللي اتكلم عنها، سكرها. هذه منطقة الراكب، واسع لجميع الركاب، يعني ممكن هنا تركب الأم والأب والأطفال أو حتى الأبناء البالغين، ترى ما عندك أي مشكلة، ممكن السيارة تستخدم كسيارة عائلية للسواق، كل الركاب مرتاحين. درج، طبعا هنا حلقة السبير، هذه عدة السلامة، هنا كتيبات الوكالة. هذه كيا كارنفال. خلينا نروح نداخل جهة السواق ونشوف المواصفات. طبعا تكييفها الخلفي، خلينا بس برضو نعطيكم نبذة عن تكييفها الخلفي. على فكرة حتى هذا الزجاج ينزل على كبره لكنه ينزل، ما عندك أي مشكلة. هذا التكييف الخلفي طبعا جاي لمس، تلاحظون شاشة وحار وبارد. وهنا حق حتى في خاصية انك تقدر تقفله اذا ما تبغى الاطفال يفتحون الباب، ما عندك اي مشكلة. طيب نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيارة مقاعدها قماش، عندنا الزجاج كهربائي، المراية كهربائية، في خاصية طي اوتوماتيكي. هذه هي عندها تحكم في مستوى الإنارة الخارجية، التراكشن، فتح تنك البنزين. هذا هو دركسون السيارة، يجي بشكل ثلاثي. تحكم بالنظام الصوتي، البلوتوث، الأوامر الصوتية. عندنا هنا مثبت سرعة، تحكم بعداد الرحلات، يجي باللغة العربية، كثير من المعلومات المهمة بالنسبة للسائق. خاصة هذه السيارة ممكن يعني صراحة ممكن تستفيد منها في الرحلات أكثر من داخل المدينة، بحكم أن السيارة هذه بتكون معك مريحة، راسية، ممتازة، واسعة للعائلة، فبتكون خيار مناسب. فزي ما ذكرت هذه السيارة وش الأفضل الاستخدام. فمثلا أنت إنسان عارف نفسك ما تطلع البر، ما عندك طلعات بر، ما عندك أفرود، ما تحب السيارات الجوب مثلا، ودك لكن بسيارة عائلية لك شخصيا بس ما تستخدمها يوميا، مثلا بالأسبوع حبيت تطلع أنت وعيالك وبزارينك، مثلا تروحون تتمشون، مثلا حبيت تطلعون مثلا نتكلم عن سكان الرياض، حبيت تطلع الشرقية عشان تروح الكورنيش إلى آخره، فهذه السيارة برضو تكون لك خيار مناسب. أما مثلا أنت إنسان تعرف نفسك والله لا جاء رشة مطر والله ما يرد غير أكبر طعس، لا ما تصلح لك السيارة هذه. طيب عندنا الـ RPM، عدد السرعة، تنك البنزين، الحرارة، هذا هو عدد الرحلات تكلمنا عنه، زر التشغيل الذكي. عندنا السيارة فيها شاشة وتقدر تربطها بأندرويد أوتو أو أبل كار بلاي، تدعم الخاصية هذه مع كاميرا خلفية. المكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، وبرضو غير ان المكيف من هنا التحكم فيه، برضو الخلفي تقدر تتحكم فيه من هنا عن طريق السواق، مو انه بس والله الحاله اللي ورا بس تقدر تطفيه وتشغل، هذا السيارة بس تقدر تطفيه وتشغله، لكن تتحكم في مستوياته لا، هنا تقدر تتحكم فيه زي ما تلاحظون الحار البارد الى اخره.
أزمة لحم الرير، هذا الخلفي، الحر بارد، تعلي التوطية إلى آخره. وبرضه في منقي هواء أزمة الحضن كلينير موجود فيه. عندنا منفذ إيوكس، منفذ يو اس بي، وعندنا هنا منفذ طاقة. جير أوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك. نظام الإيكو موجود بالسيارة. صراحة ما لاحظ فيه نظام سبورت. تخيل والله شاري كرنفال يا ولد عشان أكبس لها. حاط لك إيكو بحكم أن السيارة برضه نشيطة يعني. ماكينة كدنزل. عندنا هنا منفذ يو اس بي وعندنا منفذ طاقة زي ما تلاحظون. هذه مساحة تخزين، والله لو استغلوها الجماعة الحلوين استغلوها كثلاجة برضو بتكون فكرة حلوة. طبعا هنا حاطين بيت النظارة، للأسف هنا ما في بيت نظارة، هنا فقط مراية مراقبة للأطفال أو إلى آخر للركاب الداخليين. نتكلم عن السنتر لوك. طبعا السيارة فيها ميزة أنا حاطين لي زي الكاربو فيبر ديكور على الأبواب الأمامية والخلفية. هذه مكان اللصقات كله تحت زي ديكور كربون فيبر، فورميكا كذا خفيفة. أنوار السقف، طبعا خلينا نولع كل الأنوار بيني وبينكم. هذه وينها؟ كيف أولعها كامل؟ هذه من هنا كلها باللون الأصفر. فتحات التكييف اللي موجودة بالسيارة يا جماعة الخير، طبعا هنا ما في شيء، هنا حاط لك منفذ طاقة، وهنا الدرج برضو بيت النظارة، وهنا ممكن مكان الجوال. طيب ايش في بعد؟ الشماسات فيها مراية مع إنارة، مراية داخلية عادية وليست 30، للأسف برضو هذه تعتبر نقص. صح ما فيها بانوراما، ممكن ما تكون أنت محتاج البانوراما كثير، لكن مراية التعتيم صراحة تحتاجها، خاصة أن هذه الفئة ما هي ستاندر، هذه نص فل. وبعض الأحيان بعض الوكلاء، ترى على فكرة بعض الوكلاء ما يجيبون إلا هذا أعلى طراز عندهم، يسمونها الفل كامل، لأن خلاص هذه أصلا السيارة معروفة سيارة عائلية، فما حد يطلب منها جلد، ما حد يطلب فتحة، ما حد يطلب تبريد مقاعد إلى آخره. هي تيجي بس ما يطلبونها بحكم أن احنا عندنا ثقافة السيارات هذه أنها حقت سواقين ثقافتنا حاليا، لكن بحكم الحريم صاروا يسوقون الحين برضو خفت يعني شوي، صار سواقين راحوا شوي بيني وبينكم. فعموما زي ما ذكرت لكم، فمثلا في امريكا لا، ثقافتهم تجي ام الاطفال تقول هذه سيارتي مناسبه لودي فيها البزارين المدرسه الى اخره، وتحط فيها مراتب الاطفال، تاخذهم تمشيهم مثل الملاهي الى اخره، فعندهم ثقافه زي كذا، على عكس انها بس سياره عائليه للسواقين يعني. هناك لا يستخدمونها كسيارة شخصية. أذكر واحد من مشاهير يوتيوب برضو كان عنده واحدة، ما راح أذكر اسمه، اللي يعرف المشاهير في اليوتيوب هيحدد اسمه، فكان مبسوط عليها، لكن الظاهر الحين اشترى مرسيدس. عموما مواصفات الأمن السلامة، فرام الـ ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وهذه ميزة فينا، فيها إرباقات جانبية، وعدة 8 حزيمات أمان. ذكرت أن أبرز المنافسين تويوتا بريفيا وهوندا أوديسي. البريفيا مقروضة عندنا من السوق بحكم سعرها الغالي، والبريفيا ترى الاوديسي عندهم طرازين، عندهم طراز ينافس الكرنفال، وعندهم طراز اصغر جاي اسمه اوديسي جي او حاجه زي كذا، جي تي اكس او حاجه تيجي سبورت شوي. اما الحقيقيه سعرها يعني تتكلم عن المواصفات هذه، تتكلم عن 140 150 الف ريال. فالكرنفال جاي بسعر صراحه، موقع الكرنفال كسياره عائليه بالمواصفات هذه جاي في منطقه جميله جدا، هو الارخص. لا تقارنها بالانوفا، الانوفا فكر اخر، لكن تقارنها بالبريفي، تقارنها بالاوديسي، لا تلقاها خيار مناسب اكثر. طولت عليكم اخواني الكرام بالتغطيه، اتمنى تكون عجبتكم السياره، ان شاء الله ما اكون طولت عليكم. سياره حلوه جميله عائليه، واسعة جدا، واسعة ما شاء الله، المرتبة مريحة جدا. أنت أب أو أنت كبير في العمر تبغى سيارة مريحة مرتبتها واسعة، ترى هذه السيارة خيار مناسب. يعني بدل مثلا تروح تشتري لك سورنيتو أو سنتافي، ترى هذه بسعرهم، وإذا أنت مالك بالأفرود وش خرابيط هذه، ترى صراحة أنصحك تركب السيارة لو بالوكالة في تست درايف وتطلع عليها وتجربها، يكون أفضل لك لأنك بترتاح فيها أكثر. يعني أنا جالس حاليا، أنا راكب صالون ولا مو راكب سيارة عادية أو سيارة سبورت إلى آخره. صراحة والله طولت كثير عليكم أخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.